الهدف ديال بلو سبيس كيدخل في اطار واحد الشراكه استراتيجيه مع جامعه الحسن الثاني اللي كتهم اساسا تنميه روح المقاولات عند الشباب وعند الطلبه بالاخص. دونك الهدف ديالو هو قيام عمليه تحسيسيه باش نشرحوا لهاد الطلبه وهاد الشباب هاد روح احداث المقاوله شنو هي المقاوله. الهدف الثاني كذلك هو مجموعه ديال الشباب كاينين دابا في الجامعه ولا في الجهه اللي عندهم افكار ديال المشاريع. دونك الهدف ديالنا اترافير بلو سبيس هو المواكبه ديالو من الفكره لاحداث المشروع عبر التكوين عبر الاستشاره عبر التوجيه وكذلك التمويل. دونك في هذا الاطار كاين مجموعه ديال الحلول ديال التمويليه اللي قمنا ب زعما موبيليزي بوغ هاد لي هاد الحاملين المشاريع. راه هذا المشروع هو واحد في في, في, في التوجه ديال مرصد المقاولات اللي غادي يهم جميع جهات المملكه. دونك الهدف ديالنا ان شاء الله في هذه السنتين القادمتين هو التعميم المشروع على جميع الجهات في المغرب.